ثلاث نقاط بيضيفها النادي الأهلي على رصيده ليصل بالنقاط إلى النقطة 12 في الدوري العام المصري. ألف مبروك يا كابتن فتحي، ألف مبروك يا كابتن ماهر، ألف مبروك يا كابتن شريف. أعتقد أداء جيد وأربع أهداف جيدة جدا واستعداد رائع لمباراة النجم الساحلي. طبعا الحمد لله إن بداية الدوري، لأن احنا نقول الدوري بدأ دلوقتي ثاني، لأن 51 يوم نسونا الثلاث مباريات اللي لعبناهم قبل كده، وكان الخوف دايما في بداية الدوري في إن هل الفرقة بعدت وتماسكها بعد، لياقتها هربت منك، مهاراتهم اللعيبة افتقدوها، كل الحاجات دي يمكن قلت شوية، إلا روح الفانيلا الحمراء هي اللي كانت موجودة، موجودة النهاردة بأداء اللعيبة، موجودة بالأهداف اللي زي ما قلت كابتن إسلام عليها بالنسبة اتسجلت. آخر هدف اللي سجله وليد سليمان، مين لعبها له؟ السلية. احنا قلنا قبل واحنا في تحليلنا قلنا السلية احنا بنلعب بطريقة ان المجموعة كلها بتتحرك على حسب الواجبات في خطة اللعب. ايوه، ان يوصل السلية اللي هو مفروض امام الاثنين المدافعين، امام الاربعة المدافعين، يكون ان هو يوصل ناحية الجناح الايسر ويبقى على خط المرمى ويرجع الكرة اللي عملها بالعرض للسلية، هو ده التحرك اللي احنا بنقول عليه، هذه خطة اللعب اللي بنقول عليها. أيوه. ان اللعيب شفنا فين ايه اللي يوصل السلية هناك للمكان ده، يعني يوصل ازاي وهو اصلا وسمير، يعني الحقيقه ما شاء الله جابها لنا على طول، يعني مش ممكن تقول ان ده الراجل المدافع اللي هو امام الاربعه بتاع خط الظهر، هنا التحرر من الاماكن اللي فيها، وفي نقول زي الموبايل، الموبايل يعني ايه؟ موبايل يعني ان الحاجه اللي هي المتحركه، الموبايل ان انت كان يقولوا عليه زمان التليفون المتحرك، المتحرك اللي بيتحرك في كل حته، فاذا التجوال التجوال او الجوال، الجوال الجوال ان هو جوال اللي وصل السلية للمنطقة دي، وصلوا اسلوب اللعب وخطة اللعب داخل الطريقة اللي احنا قلنا عليها ان هو موجود، مش معنى كده ان السلية يفضل واقف امام المدافعين، فدي بتبين لنا مدى تحرر اللاعبين من اماكنهم وتحركهم، وقلنا كلهم ان كل واحد عنده قدرة لإحراز الاهداف. شفتوا مين اللي جاب الاهداف؟ لعيبة خط النص، ما فيش حد من اللي قدام، رغم الفرص اللي ضاعت، رغم اللي الشكل العام طبعا للمباراه، ما بنقولش ان هو زي نقول ان الجونه وحشه، الناس بتقول الجونه وحشه، انا ما بقولش الجونه وحشه، انا بقول الجونه تاثرت بال 51 يوم بس تاثرت سلبي. الاهلي برضه تاثر بس ما لحقش يتاثر قوي، ليه؟ لان كان عنده اعداد، كان عنده معسكر، كان عنده تدريب، كان عنده لاعبين في المنتخب، كان عنده خبرات اللعيبه كمان الموجودين، خبرات اللعيبه انهم يرجعوا بسرعه، ال 51 يوم ما اثروش فيهم قوي، لكن اثروا في لعيبه زي لعيبه الجونه، ما نقولش انهم وحشين، لكن امكانياتهم برضو في النهايه المحدوده هي اللي اثرت، فانا مش عايز حد يقول ايه ده الاهلي كسب اربعه لان الجونه مش موجود، زي مثلا المذيع بيقول لا الجونه موجود، بس ال 51 يوم اثروا على الجونه.